السلام عليكم. تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية بالهاشمية بولاية البويرة منذ عدة أيام من أجل نقل جثث شخص متوفي بمدخل حمام كسانة بلدية الهاشمية. الضحية من جنس ذكر مجهول الهوية، وجد داخل برميل مغطى بالحجارة. تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث من طرف مصالح الحماية المدنية إلى المستشفى عين بسام بحضور المصالح الأمنية، والتي بشرت التحقيقات لمعرفة أسباب وملابسة هذا الحدث الأليم. وعرفت الجزائر في الآونة الأخيرة تزايد كبير في هذه الجرائم التي راح ضحيتها العديد من الأشخاص والشباب، وغالبا ما يكون مرتكبوها تحت تأثير الممنوعات. فوجب على السلطات المختصة النظر عاجلا في هذه الآفات الاجتماعية ووضع حلول مناسبة، وكذا تطبيق حكم الإعدام والذي بات ضروريا لردع هؤلاء المجرمين.